أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله الآخر: إذا كنت أحب أحدا في الله ولم أستطع أن أخبره بهذا فمات وأنا لم أخبره، فهل أحشر معه ويظلنا الله في ظله وندخل في عموم الحديث؟ نعم، ما يلزم الإخبار، لكن إذا أخبرته فهو أحسن، وإذا لم تخبره فإن ثواب المحبة باق إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهذا عام فيما إذا أخبر أحدهما الآخر أو لم يخبره. نعم. فما قوله صلى الله عليه وسلم اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟ يعني يتحابان مطلقا سواء في حال اجتماعهما أو تفرقهما. اجتمعا على المحبة وافترقا عليها؟ نعم، اجتمعا في المكان أو تفرقا، سواء كان في مكان واحد أو كان في أمكنة متعددة، ولو كان هذا في طرف الدنيا والآخر في الطرف الآخر، إذا جمعت بينهما المحبة في الله عز وجل حصل لهما الثواب. نعم.